السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. حلقة النهاردة كلام في العميق وأبعد ما يكون إلى المواعظ. اوعى تفتكر ان انا جاي النهاردة اقول لك اي موعظة، ولو ان مبدئي في القناة في جزء كبير جدا من الموعظة الحسنة او اساس القناة الموعظة الحسنة والتوعية، واهم حاجة التزكية هي اللي بتسند الكلام ده، واساليب الصبر والصمود وكلام كتير جدا. ولكن نحن مش بصدد هذا التعريف من اول وجديد، احنا النهاردة بصدد ثلاث نقط مهمة جدا. ثواني كده، ثلاث نقط مهمة جدا في حياتك في روسيا واوكرانيا. رقم واحد، اول حاجة هي انتقاء المركزية او المحيط، المنطقة اللي انت انا بسميها المركزية علشان الحتة اللي انت تقريبا ما بتخرجش منها، او المنطقة اللي انت معظم الوقت فيها، سكن طلابي، الشقة اللي انت قاعد فيها، اصحابك، محيط الجامعة، محيط العمل، محيط مراكز كده، ممكن تبقى in parallel وممكن تكون هي مكان واحد، اللي انت زميلك اللي بيشتغل معاك هو اللي ساكن معاك، هو اللي بيدرس معاك في نفس الجامعة، ممكن قوي يكون الوضع هكذا. ولكن انتقاء الناس دي محتاج شوية شروط، محتاج شوية انتباه منك، انتباه من انهي نوع، انتباه من البعد الثقافي والاجتماعي، وهل الموضوع ده مؤثر ولا لا. يعني انا مثلا، انا شخصيا اعرف ناس كتير، مش هتكلم عن نفسي خلاص، انا شخصيا قابلت ناس كتير عندهم اصدقاء من مجتمعات مختلفة. يعني مثلا مش بعيد ان واحد يبقى وزير وصديقه الصدوق ابن بواب، ومثلا يكون شغال موظف صغير او كمساري او في نظرنا. طبعا انتوا عارفين ان الوظائف دي قليلة، ولو ان طبعا عارفين ان الدورمان او حارس العقار ممكن يكون بياخد اكتر من المهندس والطبيب بطبيعة الحال، لان مفيش حد بياخد اقل من الطبيب اعتقد في مصر، دي حتة مهمة. فانتقاء الناس وتشوف الفرق الاجتماعي فارق ولا لا، مؤثر معاه ولا لا، او مؤثر معاك. ممكن انت تكون ما بتقبلش حد اعلى منك، او ما بتقبلش يكون لك اصدقاء اقل منك. ممكن يكون عندنا بعضنا عندنا العرض ده، بلاش نسميه مرض لانه مش مرض، ما اعتقدش ان هو مرض، لان دي حاجة انت قصدها. في ناس تسميه المعصية او الذنوب مرض، انا برضو مش شايف انها مرض، مجرد قرار انت بتاخده، تكراره بشكل لا ارادي هو اللي ممكن يكون عادة مرضية. سيبنا من النقطة دي، خلينا في الانتقاء. انت بتنتقي دلوقتي صديقك او معرفتك او طيب هتقولي انا شايف ان هو من مستواي الاجتماعي والثقافي والتعليمي. يعني مثلا زي الثقافي والتعليمي، قبل ما انقل بس النقطة دي، مستوى الثقافي والتعليمي، يعني انتوا الاتنين ساكنين في منطقة واحدة مثلا او منطقة شبه بعض. يعني مثلا في مناطق، من غير بس ايه ما محصورها على المناطق دي، يعني مثلا الناس ساكنه في الزمالك، في المعادي، في جاردن سيتي، في مدينه نصر، في مصر الجديده، مناطق كده معروف الناس هناك عامله ازاي في تفكيرها. حتى الناس اللي هي جايين المكان جديد برضو بيبقى عندهم مستوى معين من الثقافه العامه. يعني مثلا وقت الثوره كان ناس كتيره بتتكلم في امور حسب البرامج اللي بيتفرجوا عليها في التلفزيون بتاعت الشريحه دي، او الطريقه بتاعت الناس دي بالتفكير كذا، فبتلاقي في مفيش اختلاف، او مفيش حد ما تابعش الحلقه بتاعه فلان اللي اتكلم على الحق على الموضوع الفلاني. شريحه تانية من الناس والاغلبيه اللي هم المناطق اللي نسميها ايه، المناطق اللي مش عريقه في مصر اللي هي الجديده. يعني مثلا في مناطق زي امبابه، الكتكات، ارض اللواء، مناطق كتيره في الجيزه والهرم وفيصل والحاجات كده، في جزء منها كبير جدا ناس جايه من الصعيد او من الاقاليم، جايه جديد على المكان ده بقالها اقل من 100 سنه، ده معناها جديد. وفي دول ليهم تفكير معين واهتمامات معينه من غير ما نفكر بطبقيه، بس غصب عننا بنلاقي الناس اتجاهها السمت العام كده، الا من رحم ربي ناس قليله اللي هو ظروفهم ان هم عايشين في المكان ده حديثا مثلا او كده او مؤقتا، او جزء من العيله هو اللي ساكن هنا والباقي في اماكن اخرى، فالعقليه مش زي بقيه الاماكن. النوع الثالث هو النوع اللي ساكن في مناطق مثلا زي اللي هي المناطق القديمه بقى في مصر، الجماليه، الحسين، عابدين، شارع شامبليون، المناطق اللي هي في وسط البلد وحواليها،
ناس برضو ممكن تلاقيهم معصلين قوي وممكن ناس تعبانين قوي، ولكن الاهتمام بتاعهم زي الناس المؤصلين قوي بالظبط، ما تقدرش احيانا تفرق عنهم. ممكن تقعد في قاعده وتتكلم في موضوع ثقافي بحت، موضوع علمي بحت، وتجد الاثنين بيتكلموا على نفس المستوى ويعني تكاد ما تفرقش بينهم. فممكن تلاقي ناس زيك نفس المنطقه السكنيه او المربع السكني بتاعك زي ما بنقول، او نفس المستوى زي ما صنفتها كده، سواء بقى في اوكرانيا وروس برضو، ما اوكرانيا وروس فيها نفس التقسيمه تقريبا، ناس برضو كتيرة جاية من الأقاليم مستواها حاجة معينة، وناس تانية من الأقاليم جاية بمستوى بقى أقل في الثقافة. الثقافة مهمة جدا يا جماعة، لأن بتهدد صداقات كتيرة، بتهدد زيجات كتيرة. يعني برضو من الحاجات الخطيرة اللي بقولك عليها دايما، إن لما واحدة تتجوز واحد، واحدة روسية أو أوكرانية تتجوز واحد أقل منها ثقافيا بكتير، وهي ما سألتش أنت خريج إيه ولا بتاع، ولا مثلا قال لها أنا دكتور أنا مهندس، وإيه صدقته خلاص، وطلع معاه مثلا اعداديه ثانويه معهد سنتين معهد ثلاثه اي حاجه. فبغض النظر المعهد او الجامعه او ايا كان، ممكن يكون خريج معاه دكتوراه بس الثقافه عنده قليله جدا. مش بتكلم مثلا على بيشوف نشر الاخبار ولا لا، لا اهتمامه بالحياه اللي حواليه عامله ازاي، عارف العالم من حواليه ولا لا، فمعلوماته ضحله، كل ما اتكلمه حاجه الاقيه قليل، فبتهدد زيجه. فبقى دايما اقول ان الواحده لما تتجوز واحد وهو كذب عليها في حاجات كتير، هتحس انها مغرورة ومتكبر عليك غصب عنها، انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. فخلي بالك، يعني لو هي ما خدتش بالها خلي انت بالك. ستات كتير ما بتهتمش، تقول لك حبيته وخلاص واتجوزته، ربنا يتم بخير. نرجع بقى ايه للنقطة التانية، انا قلت لك اهو اختيار على السكن مش عارف ايه. طيب في حاجات تانية غير القصة دي نهتم بيها؟ في نقطة تانية وتالتة ورابعة غير الثقافة والتعليم والحاجات دي. ما تكون انت تعلمه نفس التعليم، بس في نهاية التعليم هيبقى هو دماغه بشكل وانت دماغك بشكل. فمن البداية خليكوا، انا مش انت مش راح تتجوز صاحبك، فاهم؟ فمش لازم كل حاجة تبقوا زي بعض. انا بتكلم بس ايه، ان ما يكونش بعيد عن المنطقة الامنة اللي انت بتتحرك فيها. تاني حاجة، انت دلوقتي بما ان انت من الثقافة الفلانية، فليك طريقة لبس معين، ليك طريقة غذاء او اكل معين، ليك طريقة تركيب معين في اوضتك. فلو معاك حد مختلف في الحاجات دي تماما بشكل فوضوي هيضايقك قوي. ف مش هقولك تخلي بالك، لا ده انت تاخد اجراء. اخلي بالي اعمل ايه؟ الفكرة ان انت تاخد اجراء، اول ما تلاقي كده تقول له لا شكرا انا الصنف ده ما يناسبنيش، وتقول له بالمفتوح، قول له معلش طريقتك دي ما تتناسبش معايا. في ناس مثلا قلت على الموضوع ده كتير، بياخد كل حاجه مشاع، كل حاجه في الغرفه، كل حاجه في البيت. انت جبت حاجات ومش عارف ايه وشاريها بفلوسك، تلاقيه بيستعملها يقول لك مش هي الكل. فانت لازم كل مره توضح، تقول يا جماعه الحاجه دي بتاعتي محدش يلمسها، الخصوصيه ناس كتيره ما بتحترمهاش. اضف لكده بقى، يعني في حاجه برضو ايه من الحاجات المهمه جدا اللي هي تالت حاجه، انتقاء الالفاظ. دي ممكن ملهاش علاقه بقى ايه بالمربع السكني ولا نفس تربيتك ولا بتاع، لا الالفاظ. في ناس عندها الالفاظ يعني مثلا بناء على انه بيشك في الجميع، بناء على انه ليه خلفيه يعني صعبه جدا في الطفوله مثلا، كان عيوطه او يعني بيبكي كتير على كل حاجه يفقدها، فدايما اي حاجه يفقدها يعلي صوته ويزعق وبتاع. ده انت شايف الموضوع مش مستاهل بالنسبه له، هو مستاهل قوي، اللي هو يعني تربيه بتاعت فتيات شويه، اللي هو ضفري اتكسر مش عارف ايه، بنطلوني اتمزع، يعني بيبكي قوي، يعني شكاي على الحاجات الصغيره. انا بديك امثله سريعه كده، يعني في حاجات كتيره ممكن تقلق. فده هيوجع دماغك. يعني الطبيعي ان الواحد ممكن يبقى عنده المشاكل دي ولكن ساكت، يعني يقول لك اللي معايا ده غريب ما يعرفنيش، فمش هقدر اعيط واصرخ قدامه او اولول واقول. لكن في ناس كده عشري بقى على الاخر. نيجي بقى ايه يعني نتجنب الناس دي، يعني حاول ما تسكنش معاه او مش عارف بقى تضرب معاه خناقه ولا المهم اقول له مش هيناسبنا السكن مع بعض باي شكل من الاشكال. ده في بدايه فتح البلد انت بتستفتحها. نخش بقى في جزئيه اخرى بقى، انا قلت لكم ثلاث حاجات، احنا كده خلصنا الجزئيه الاولى الكبيره شويه، نيجي في الحتتين الصغيرين اللي في الاخر بقى.
الحاجه التانية الصغيره هي الريتم بتاعك، الريتم بتاعك في البلد ايه الاخبار. اول ما بتخش البلد في ناس بيبقى عندها حمى البدايه، هذاكر واجتهد واتعرف بقى على روس عشان اتعلم روسي، او اتعرف على اوكران عشان اتعلم اوكراني، والدنيا تمشي وانت تبيض واحنا نفقس والدنيا تمشي حلو. وبعد كده بعد شهر شهرين يبتدي بقى الديكي، يحصل ديكي بقى وبتاع. يعني معروف حمى البدايه في الرياضه ان انت بتبقى سخن في الاول زياده عن اللزوم بقدر لا يستحق الموقف، فمجهودك بيهدر الى شكل بشكل كبير، فتفاجئ ان العائد قليل فتحبط لا اراديا، وتبتدي ايه ان انت في الايام اللي بعد كده مجهودك يقل للاسف. فهقسم مجهودك، اول ما تخش ما بقاش حمى البدايه، لا خد نفسك وارتاح وشوف هتعمل ايه، هتشتري ايه، هتنظم نفسك ازاي، تنظم فلوسك ومصاريفك، وبعد كده ابتدي بقى ايه الريتم بتاعك اعزفه بروقان. هديك مثال عليا انا شخصيا مثلا سريعا كده بس عشان ما اتكلمش عن نفسي. من اول ما قررت ان انا خلاص بقى ان انا هعيش في بلد بره بلدي او كده، من قبلها هتصدق يعني، المهم كان عندي حتة ان هو ما استقرش، يعني شغلي يكون فيه انتقال، يكون فيه انتقال حتى ما بين الاقسام جوه العمل، يكون فيه تغيير، فيه روتيشن حتى في الادوار داخل العمل. روتيشن يعني دائري، او يعني انك انت بتقوم بادوار مختلفة كل فترة يعني. لقيت الموضوع ده مش موجود، فاخترعت حاجه زي الروتيشن كده، اللي هو كل فتره حد يقوم بدور لمده 3 شهور وبعد كده نبدل، وبعد كده دور ثالث ودور رابع ودور خامس عشان نتعلم كل حاجه وما بقاش في ملل، وتتعلم باستمرار فدماغك تبقى صحي. فده عمل عندي رتم، الرتم ده انا مش قادر اتخلص منه لحد النهارده، والحمد لله انه عندي، لان دايما ده بيديني طاقه وجذوه و في صهد طالع، ان انت دايما متشوق اما بترجع مكان متشوق له، اما تسيب مكان بتبقى متشوق هترجع له، وخلصت حاجه هنا طب عايز اخلص في المكان التاني برضو، طب الشغل خلص هنا طب ما نخلصه في الحته التانيه، دايما هل من مزيد في طاقه. ليه؟ لانك انت بتتغير كل مكان بتروحه من اول وجديد بتحس ان انت هتبدا من الصفر، بس انا نجحت في المحطه اللي فاتت، فالمحطه دي لازم انجح برضو، فده بيديك دايما ايه ريفرشمنت. شايفيني اهو بتكلم بسرعه، انا اسف يعني، في ناس كتير بتقول لي انت بتكلم بسرعه وحاول تبطئ الصوت، صدقوني انا حياتي لا تتحمل ان انا ابطئ الريتم، يعني حتى في كلامي، حتى انا الفيديو حتى اللي مسجله انا معيش وقت كبير، انا يعني عشان ابقى امين معاك وبرضه حاجه المفروض ما اقولهاش، انا الفيديو ده هعمل بعديه لسه فيديوهين كمان، الفكره في دماغي ومعايا تلت ساعه، فانا هخلص واقلب على الفيديو الثاني على طول، لذلك بتلاقوا فيديو واحد بنفس الحلقه بنفس اللبس بنفس المكان بنفس الصوت، طبعا انا صوتي ممكن يتغير من فيديو للتاني، واحد بقى صوته مرحوح صاحي من النوم مخلص شغل وتعبان وصوتي مش طايق يعني، او صوتي ضعيف الفكره حاضره قوي مش حاضره قوي، يعني هو صوتي هو مثلا فيه كحه بسيطه من الهواء الشديد اللي بره. ف الريتم اللي انت بتكتسبه هو ده اللي بيحدد مصيرك بعد 20 سنه. هو انا بقول لك على حاجه بداتها انا من 20 سنه ودلوقتي معايا عامله ازاي، بداتها من امتى؟ من وانا عندي يمكن 13 سنه 12 سنه، الناس يقولوا لي يعني ولا بلاش مش مشكله، ما كنت العب كوره يعني ولا كره القدم في المدرسه، فكان يعني يحطوا ثلاثة مش يعني مش ثلاثة متخصصين ليا، لا أول ما أنا ما أمسك الكورة كنت بلعب ناحية اليمين، يعني دايما أحب ألعب ناحية اليمين، باك بقى وينج، المهم دايما بلعب ناحية اليمين، فأحب دايما إيه أروح ناحية الشمال علشان دايما أحب في اللا متوقع، فكانوا يقولوا إيه ده خلي بالك ده الفراري أو الفريرة أو يعني كانوا بيقولوا كل الالفاظ اللي فيها سرعه، لان دايما كنت في رتم سريع، ممكن طول الماتش انا واقف على رجلي ما بتحركش كتير، فناس كتير يقول لك ده كسلان، ده اللي ما يعرفنيش يعني يقول لك ده بطيء ده واقف في مكانه ده ما بتحركش، لكن اول ما حد بيستلم الكوره وانا مدافع ما بيعديش، اول ما استلم الكوره بحطه ثلاثه،
يعني في الماتشات الطبيعيه اللي هي 11 على 11 مش الخماسي مثلا 5 او 6 لا او الدورات الرمضانيه لا كنا حتى في الماتشات اللي هي 11 او قصاد 11 كانت الماتشات الطبيعيه الرسميه كان في ثلاثه الاقيهم واقفين قدامي فكان طبعا لا هترقص ولا تعمل يعني لازم تباصي من وسطهم فبرضه لازم ان انا كنت يبقى عندي الريتم السريع اللي هو ما يلحقوش حتى يعملوا عليا سكرين ده كان دايما الهدف بتاعي فانت ما تخليش الحياه تعمل عليك سكرين وتقفل لك الوش والظهر خليك سريع جدا سريع الاستجابه اول ما توصل البلد خطط انا هعمل كذا 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 وريتمي هيبقى سريع بس مثلا ايه من الاسبوع الجاي من الاسبوع الثاني اريح بس مش تريح بقى شهرين بس الحاجه الثالثه بقى احنا كده خلصنا الريتم السرعه ان انت بخلص ده بعمل ده مش عارف نخش في الحاجه الثالثه بقى ودي اللي هنختم بيها تقوى الله اشوفها الناس هتقفل الفيديو دلوقتي تقوى الله والتزكيه يعني الحاجات الصغيره نترفع عنها تلاقي في حاجه مثلا واحد عمال يهري في حاجات صغيره فقول له طب شكرا انا هستاذن واعرض عن الجاهلين يعني ان ال مش هي مش شتيمه هو واحد بيجهل اساليب الكلام واحد داخل يبلطك فشكرا ومع السلامه وتسيبه وتمشي وانت هنا فدي تزكيه ودي الاسلام بيطالب بيها في واحد يقول لك طب انا لازم اقعد وارد وبتاع واسمع بيقولوا ايه لا مش لازم تسمع بيقولوا ايه على فكره ولا يهمك ولا يخصك لان هم شيطان بيكلم شيطان بيردوا على بعض سيبهم يهيصوا سيبهم يتسلوا زي ما بيقولوا والملائكه بترد عنك وكله في نصيد حسناتك ان انت ايه بعدت عن مجلس السوق او مجلس السوق ما هو كلام سوقي وكلام سيء فسوق وسوق تمشي الاثنين فدي كانت اهم نقطه وجايبها للاخر علشان ممكن ناس كتيره ما تعرفش تنفذها ولا تهتم بيها ولكن واجبي كمسلم ان انا اقولها لك لازم يوصلك المعلومه دي التزكيه يا ساده انك انت قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها من دساها يعني ايه بقى نزل بقى المستوى بقى المستنقعات وبتاع ويشوف بقى المشاكل والواد عارف البت الفلانيه وبتاع لا استنى نسمع بيقولوا ايه علي نفسك يا جماعه يا عم انت ده كلام قديم بتاع عيال انت راجل كبير عندك 20 سنه ولا 30 سنه ولا 25 انت مش صغير على الحاجات دي يعني فاعلى كده وفوق واحترم سنك وقيمتك وقيمه اهلك ان اهلك بعتينك علشان تتعلم على او اهلك واثقين فيك او معاك اسره ايا كان انت مقامك عالي ما تدسوش في التراب يعني او تنزل نفسك في المستوى الصغير ده علشان ما يجيش واحد اصغر منك بكتير وسوري يعني بعزق كرامتك وتبقى يعني وتندم تقول يا ريتني ما نزلت المستنقع ده لان هتنزل مثلا ورا اتنين هتلاقي في 10 بيجروا وراك يعني مثلا انت نازل انت اصلا انت وثلاثة مثلا رايحين تضربوا واحد هتفاجئ ان الواحد ده ورا 40 هو قاعد ما بيعملش حاجة ال 40 هيغسلوك ويشطفوك وتندم ان انت نزلت المستنقع وفي الاخر لا تلومن الا نفسك يعني في ايام في التاريخ في قصص وحواديت في الدولة التيمورية اقول لك في حتى في المغول في المغول الاسم الصحيح المغول اللي دخلوا البلد دي دخلوا روسيا المغول كانوا بيجروا ورا التتار او كان اسمهم البلجار ليه قصه برضو الخانات اللي خانوا بعض واحد عشان ياخد مصلحه وراح اتهادن مع المغول راحوا لابينه هو واللي حتى اللي اتهادن معاه اول واحد طعنه في ظهره حاجات كتيره الناس اللي هي يعني ايه يتولى او ياخد المولى بتاعه او الريس بتاعه يبقى واحد من الفسقة فهيبقى نصيبه في نعل وبقاب الراجل الفسق ده والفسق ده بيهلك بعدها تاريخ بيتعاد حدش بيتعلم يا ريتك تتعلم سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على خير في حفظ الله السلام عليكم